مهندسة نوى فرج، محطات العجمي، مدير محطات العجمي. بالنسبة عندنا نقط ساخنة في منطقة العجمي، احنا قمنا بحصر النقاط الساخنة دي وعرفنا ايه المحطات اللي بتخدم النقاط الساخنة، وكنا على تواصل بجميع المحطات والمواقع الخاصة بمنطقة العجمي على طوال ال 24 ساعة، وكنا بنقف في ميدان وادي القمر او ميدان ال21 او الاماكن اللي فيها تجمعات المياه علشان نرفع المياه الكتيرة اللي نزلت في الامطار الاخيرة، وكنا بنشتغل كل الايام ال 24 ساعة متواصل، وكنا بنقدر نساعد اي حد محتاج اي مساعدة. طبعا ده بالتعاون مع منطقة العجمي كلها، بمديرينها بمهندسينها بالفنيين بالعمال، علشان نقدر نوفر لكل الناس لقناتي منطقة العجمي في أثناء الأمطار مفيش أي إعاقة مرورية، مفيش أي مشكلة، مفيش أي مشاكل تعيق إن الناس بتوع أفراد العجمي إن هم يقضوا يومهم العادي أثناء وطول الأمطار. تمام. وانا كمهندسه ميكانيكا بتعامل مع صيانات المحطات، بعتمد مع تشغيل محطات ومواقع، كمان مع شبكات، واحنا بنشوف كمان تراكمات المياه وازاي ان احنا ممكن نقدر نحل ده، وعندنا عربيه سيول برضو بنقدر نتحكم في كميات المياه الوارده لمحطاتنا، وبنقدر نشوف تشغيل الامثل لكل ترومبه ازاي، وبنقدر نظبط ده مع كل طواقم التشغيل على كل محطات العجمي ومواقعها، كمان الافراد اللي شغالين في الشبكه والصيانه، جميع المنطقه يعني بنحاول ان احنا نقدر نتخلص من جميع المياه المتراكمه في منطقه العجمي. واحنا كمهندسين ميكانيكا وخصوصا في جانب الصيانه احنا بنشتغل 24 ساعه، ممكن بنسيب اولادنا الفجر والصبح وما بنروحش، يعني احنا كان النوى الاخيره فضلنا متواصلين لغايه الساعه 4 الفجر او 5 الفجر عشان نقدر من 5 الفجر قبلها بيوم، كل يوم نوى انا بنزل من البيت او ما بتنزل الشتاء، وطبعا ممكن بينزل حوالي الساعه 3 او 4، دي النوى الاخيره كنا ببقى لازم في الشارع مع اول نقطه شتاء عشان نقدر نتحكم ونتغلب عليها بسرعه وفي اقرب وقت وفي اسرع وقت. سياده اللواء محمود نافع، رئيس شركه الصرف الصحي في الاسكندريه، اهلا بحضرتك في لقاء جديد مع اليوم السابع. حضرتك كلمنا عن عمل السيدات في الشركه خاصه في محطات الرفع واماكن تمركز السيارات في الشارع خلال النواة، وهي مهن شاقة يمتهنها الرجال. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذ شاكرين واليوم السابع، وبشكركم على التغطية الإعلامية المتميزة اللي بتقوموا بيها على مدار العام في كل بصراحة في كل يعني الأوقات وكل المناسبات، بنلاقيكم موجودين وعلى مدار يعني السنة كلها. يعني فعلا احنا النهارده كنا بنكرم مجموعه من السيدات، مجموعات السيدات كانوا شغالين، ناس فيهم شغاله في المحطات محطات الرفع، وناس فيهم شغالين في التشغيل والصيانه، وناس شغالين فيهم في التامين الفني مع السائقين والعمال، والباقيين شغالين مع الطلمبه والشبكه، بيتواجدوا على مدار الساعه. يمكن في ساعات ناس بكلمهم الساعه 1 ونص الصبح تقول لي انا في المحطه موجوده في وسط الناس بتوعي، حضرتك شفت ناس منهم برضه بيكرموا، ناس ثانيه موجوده بتتابع المناسيب برضه على مدار الساعه، وناس منهم شغالين في وسط السائقين والعمال، مهنة صعبة جدا، وبرضو بيكتسبوا حب السائقين والعمال بأسلوبهم الراقي في التعامل وأسلوبهم الراقي في حل المشاكل معاهم. فإحنا النهارده كنا بنكرمهم عشان نقول لهم متشكرين، أنتوا قمتوا بدور عظيم مع الرجالة وده حقهم علينا. وفي بعضهم بقى كانوا شغالين خلف الكمبيوتر اللي هم بيشتغلوا في التخطيط وفي المكتب الفني، المطلوب جدا الناس بتوع التخطيط والتصميم والمشروعات يتلاقوا حد بيطلع لهم منتج يشتغلوا عليه. يعني النهارده عشان المشروع يتنفذ لازم اللي وراه مجموعه من قوى الدفعه في القطاعات الاخرى عشان يطلع المنتج ده على الطبيعه. فالنهارده احنا كنا جايبينهم كلهم، بنشكرهم على مجهودهم وعلى ظهورهم المظهر المشرف، مش عندنا في الشركه بس، كمان زمايلنا في شركه الميه كان مجموعه منهم موجودين معانا على الارض الواقع، ومجموعه برده شغاله معانا في التخطيط وفي التنفيذ. يعني حضرتك شايف ان لا يوجد مهنه شاقه لا تصلح للمراه، المراه تستطيع ان تعمل في كل عمل جاد. المراه موجوده وقويه ومنتجه وما شاء الله يعني، ولا حاجه. احنا فعلا بنكرم الناس دول، النهارده كانوا شغالين زيهم زي الرجاله بالظبط، مطلعين منتج محترم جدا، واستمروا ودأبوا على العمل وتحملوا، وكان بقول لحضرتك مظهر مشرف للسيده المصريه اللي احنا بنكن لها كل الاحترام وكل التقدير. هي مش بس نص المجتمع، ده هي المجتمع كله، لان النص الثاني هي يبقى زوجها وابنها واخوها، فهي بتقوم بدور كبير قوي معانا.
أنا مهندسة نهاد تيسير، مدير محطات وسط أول في شركة الصرف الصحي. قولي لي أنت إزاي اشتغلتي في المهمة الصعبة دي؟ يعني مهمة صعبة على سيدة. والله هي مش صعبة على سيدة ولا حاجة، بالعكس يعني أعتقد أن السيدات كلهم أثبتوا كفاءة في جميع المجالات، بالعكس ده هم تخطوا على رجال كتير وبدأوا أن هم يبقوا ينقول إيه قادة في أماكنهم أفضل كمان. اولا مبدئيا هو مفيش فضل او اي حاجه لواحد يعني بنفسه، اكيد في مجموعه كامله من العمل بتساعده، وانا الحمد لله معايا ناس كانوا في منتهى التعاون وكانوا معايا ما سابونيش لحظه في المحطات الكبيره، وبداوا ان هم يتبعوا تعليمات مجرد تنسيق مني بس ليهم، وهم فعلا التزموا بيها وبداوا ان هم يقفوا معانا ان الشارع كله ما يحسش باي مشاكل، ان على قد ما يقدروا يبذلوا مجهود اكبر حتى لو كان مجهود بدني وعصبي وفي كل حاجه، صيانه مستمره، تلافي لاي خطا ممكن يحصل او اي مشكله ممكن تحصل في اثناء العمل بسرعه، ولو طلب ان هم يستدعوا ورادي تانية تساعدهم. بداوا ان هم كل اللي كانوا بيطلبوه طب قطع غيار بدانا نوفرها لهم بسرعه جدا عشان يقدروا يشتغلوا سواء الترومبات او المصافي او المفارم او اي اجزاء تانية كانت محتاجه الشغل ده. لا انا اشتغلت في المحطه ونزلت في الشارع الاثنين. طبعا كان في اوقات متاخره حضرتك بتنزلي فيها الشارع؟ حتى لو كانت الاوقات متاخره او كده كان كل همنا في الاول وفي الاخر ان الناس لما تقوم الصبح وتبدا تنزل لشغلها ما تحسش باي حاجه، على قد ما نقدر نتلافى الوقت دوت. لو احنا نزلنا بدري خلاص احنا تعودنا على كده، واي مكان بنبتدي ان احنا نروح فيه عارفين المهام اللي علينا تبقى ايه وايه ممكن المجازفه اللي ممكن تحصل.